أكتر حاجة بتخوفني النور. لو في زرار وبإيدي إن أنا أطفي نور العالم كله، محدش يشوف حد، محدش ينتقد حد، محدش يقدر يرفض حد، أنا هكون أول واحدة تروح تطفي النور. أنا اسمي سمر وأنا ضحية اعتداء بالأسد. أنا اتجوزت في آخر 2008، بعد فترة من جوازنا، بعد كام شهر بس من جوازنا، ساب شغله وقعد من غير شغل. أياً كان بقى مصدر الفلوس اللي قدامه، هو بياخد الفلوس ومش رايحة على حاجة تانية غير المخدرات. قال لي أنت عاوزة تطلقي، أوكي، بس مش هسيبك تروحي لحد تاني. وقال لي إن هو هيعمل ده، قال لي أنا وشك اللي أنت فرحانة بيه ده أنا هدمرهولك، ومش هموتك، أنا هخليك تموتي كل يوم وانتي ببصي لوشك في المرايه. كان يوم عيد ميلاد بابا، كلنا كنا متجمعين سهرانين وبنطفي الشمع وبنعمل عيد الميلاد، واليوم كان بيرفكت. كل الناس كانوا سامعين صوت ضحكي، يعني بعد الحادثة بيتحكي لي من ناس جيراننا اللي هو سامعين صوت سمر بتضحك ازاي. مفيش ربع ساعة كانت سمر صوتها بيسمع الناس كلها بتصرخ في الشارع. ووقف قدامي وقال لي ألف مبروك ورمى الأسد. أنا مش هسيب الناس تكسرني، هو عمل كده علشان يكسرني، مش هنوله غرضه. لسه في حياة أنا لازم أكمل فيها زي ما أنا عاوزة، مش زي ما الناس تقرر. لما حد بيتواصل معانا حالات حروق، اول حاجه بنفرح فيها لما نلاقي اصلا حد في مصر يقول لنا اوكي انا هقدر اعمل ده، دي بتكون اهم حاجه، وطبعا اخر مرحله. بس لما بنوصل ان الحاله نفسها هي اللي بصت في المرايه وابتسمت، هي اللي ابتسمت، خلاص كده احنا وصلنا معاها للنتيجه اللي احنا عاوزينها وفرحناها، ده المهم. الفكرة مش بس ان احنا نساعد كام بنت ويخفوا ويقدروا يعيشوا حياتهم، لا، هي احنا ازاي نغير اسلوب تفكيرنا عموما، ازاي نغير رد فعلنا سواء احنا الحالة او احنا الحد اللي بيشوفنا. دعم اللي بنعمله للناس وللحالات دي او لأي ناس تانية هو اصلا اللي بيفرحنا، يعني هو بيدينا طاقة تانية وبيحمسنا اكتر لان احنا نكمل في الموضوع ده وما نوقفش. هو ربنا عمل كده علشان يديني حاجات كتير، علشان يديني قوة، علشان يديني إيجابية، علشان يخليني سبب في إن أنا أدي لناس تانية قوة وإيجابية، فهي رسالة. الطريق بتاعها صعب شويتين وبيكون متعب، أنا متفائلة، حلمي يكون عندي القدرة إن أنا أساعد ضحايا اعتداءات الأسد، كن عارف هو هيروح فين بالظبط والنتيجة هتكون ايه ومضمون. المشوار مش ظريف خالص، بس انا متفائلة، انا مقتنعة ان احنا هنعمل حاجة واثقة ان ربنا هيساعدنا. احنا ماشيين في طريق حلو قوي بس صعب قوي.